كان أصعب ما سمعته من أحد رؤوسهم تعليقا على استنكار جمهوره عليه وتقييمه فنيا وحسب، فكان مما قال هذا، اسمع: أولئك الذين كانوا تحت الرد زدت عليهم صخرة الغار، وهي عذبة جميلة بصوت صاحبها، فأحب أن أنقلها. الحب، الغرام، الرومانسية، العناوين الكبيرة التي تشغل أذهان الشباب والشابات وتشعلها الأغاني البر العالي. إلا أنا حاولوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، بمجرد ما تذكرت الحديث بدأت أتذكر فقراته، وإذا بالحديث أمره عجب، وكأنه موجه إلى الأمة بكل فقرة من فقراته. سأصدقكم، أعلم أني أطلت عليكم، ويبدو أني سأطيل أكثر، ولذا هذا مقطع مختلف. من الآن فصاعدا سأسد بمثله تلك الفجوات بين المقاطع الرئيسية. ما في فقرة إلا وكأنها تخاطب المسلمين اليوم تحت ضغط الرأسمالية، تحت ضغط الإباحية، تحت ضغط الحكيمة النفسية، تحت ضغط التغريب، تحت ضغط الخرافة، تحت ضغط المادية. ولهذا بدأ لي وكأننا فعلا نحن دخلنا إلى غارب، وسقط الصخرة أغلقت الغار. وضعت هذه الأمة مكان هؤلاء الثلاث، ثم بدأت أتأمل في حالي، ما الذي أنجاهم؟ ما الذي ينبغي أن نفعله لننجوهم؟ هذه كلمات عذبة كانت حاضرة في ذهني خلال الأيام الماضية، كنت سمعتها قديما، ولكن ما إن سمعتها مجددا إلا آنستني وسكنت قلبي. ثور صاحبها معان مهمة مستفادة من حديث الثلاثة: أولئك الذين كانوا تحت الرد زدت عليهم صخرة الغار، وهي عذبة جميلة بصوت صاحبها، فأحب أن أنقلها لكم بحرفه وصوته، وربما بين حين وآخر أعلق بما تيسر على أمور. فبسم الله نبدأ. أول شيء فكر فيه هؤلاء الثلاثة بعدما انقطعت بهم الأسباب المادية، حاولوا ثم ما استطاعوا، قالوا: ندعو الله عز وجل. موضوع التوحيد، لم يفكروا بدعاء غير الله أو حتى التوسل إلى الله بصالح أو بنبي أو نهائيا، لم يستغيثوا به، فكروا بدعاء الله عز وجل. وسيظهر من القصة أنهم ليسوا أنبياء وليسوا علماء شريعة مثلا أو مشهورين بالولاية أنهم أولياء، بل أناس من أحد الموحدين، هذا ظاهر في القصة. فهذا أول شيء فكروا به. اليوم عندنا فريقان، عندنا فريق يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يؤمل بغير الله، وعندنا فريق آخر لا يقيم وزنا للدعاء، وفقط يقيم الوزن للأسباب المادية. فإذا انقطعت عنه الأسباب المادية أحبط، مع أنه منتسب للملة ولا يعلم أن كل شيء بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يأخذنا بالبأساء والضراء لعلهم إيش يضرهم، لكن هذا لا يفهم بسبب طغيان المادية. ثم بعد ذلك لما فكروا بالدعاء فكروا بأن يتوسلوا بماذا؟ بجاه فلان، لا، بأعمالهم الصالحة. يعرفون قدر الأعمال الصالحة ومكانها، إذن هم يرجون الأعمال الصالحة لخيري الدنيا والآخر، خلافا لإرجاء المرجئة وللإرجاء الذي انتشر في الأمة، جماعة الإيمان في القلب. سبحان الله، كما قلت لكم كل حرف كأنه موجه لهذه الأمة. اسمحوا لي أن أقف هنا قليلا. نعم، أنجاهم التوحيد، واليوم أول ما ينجي الأمة حسن توحيدها، ولكنك إذا نظرت للواقع، إذا تأملت ما يفعل بأقسام التوحيد مثلا هنا في اليوتيوب لرأيت خيرا، نعم، لكن هناك كوارث يروج لها أيضا. ما فعله هذا الرحالة مثلا، وهذا نموذج لما يبث ويشاهده مئات الألوف، وأن تقدر كم أولئك الذين سيتأثرون بهذا وسيفعلون مثله ويقتدون به لو كانوا مكانه. انظر واسمع. بقولنا إذا بتاخد هون شبرة وبتربطها رح يساعد هذا الإشي بالحظ الجيد. أنا صراحة مش كثير بآمن بهاي الشغلات، بس يلا بنعملها. شو ورانا؟ إذا إجاني حظ كويس هينا انبسط، ما إجاني بتضلها هون شكلها حلو. يا رب مليون دينار، أو ليش مليون؟ يا رب مليار دينار. شو هاد يعني؟ متمني ومتمني، أتمنى مليون؟ لا، بتمنى مليار. شكله زي الأماكن تبعت البوذيين اللي لما تروح نيبال وتربط شبرة على طرف جبل ولا إشي. لكن سألته بحكي لي هذا مكان أرثوذكسي. شامانيزم. طلع الشامانيزم اللي هو معناته على الأغلب إشي زي بوذي، مش بوذي بس يعني هي الفكرة إشي روحاني، تربط هون بيجيك حظ كويس. أنا طلبت مليار دينار، إذا من هون لسنة صرت ملياردير فأعرف وين السبب، تمام؟ غفر الله لك، هذا الذي فعلت ضلال، وهذا التجريب هذا كله باطل. أنت مسلم، أنت إذا حدثوك بضلالهم قل لهم ليس الأمر بأمانيكم ولا أماني الشعوب ولا أوهام الناس، قل لهم ربي رب السماوات والأرض، قل لهم هو الذي بيده الضر والنفع، هو الذي خلق وحدد الأسباب ومسبباتها. لا تخجل منهم، هداك الله، هم أحق بهذا الخجل والله.
لا تجامل، غفر الله لك، حتى لو كنت تمزح. أفي مثل هذا يجوز المزاح؟ غفر الله لك. كم شاب الآن سمعك وسيخف عنده إنكار هذه الشركيات. هذا شرك، هذا ضلال، فاتق الله، الله يهديك. والمقصود أن هذه كوارث تفعل في أقسام التوحيد الرئيسية. هذا حال التوحيد في منصة تعبر عن شريحة كبيرة من الأمة. ولو بحثت ستجد أيضا طوام في الموقف من توحيد الألوهية وأيضا توحيد الأسماء والصفات. للأسف هذا الواقع المر الذي نعيشه. قد علمت أن لا نصرة ولا عزة ولا فلاح في الدنيا والآخرة من دون تصحيح حقيقي لشأن التوحيد الذي يدين به الناس، سواء علميا أو عمليا. فلذلك التوحيد نعم أولا، التوحيد أولا، وإلى الله المشتكى من هذا الحال. والله المستعان، سأجعل هذه التعليقات يسيرة بقدر المستطاع، ولنكمل الآن سماع كلام أبي جعفر. قصة الرجل الأول منه الذي يعني كان يغبق لوالديه وأطفاله حوله يتضاغون وينتظروا حتى يستيقظ والده ويشرب من هذا الغبوق. سبحان الله، أيضا هذه الفقرة وكأنها موجهة لنا، وكأنها تحذرنا من هدم الأسرة بهدم أساسها. الوالدان ليس بمنزلة الإله، ولكن أيضا لا بد من الحفاظ عليهما وطاعتهما في غير معصية الله وبذل الإحسان إليهما. ومن فوائد هذا الكبيرة ما أشير إليه في الحديث أن أبنائه كانوا يرونه يفعل هذا ويتضاغون تحته يكون. هؤلاء الأبناء إذا كبروا هل سينقمون على والدهم أم سيكررون معه ما فعله مع والديه؟ سيكررون معه ما فعله مع والديه. منظر هؤلاء الأطفال وهم يتضاغون يضغطون على والدهم أن يترك هذا البر العالي يذكرني بحالنا، بحال جيلنا، وكيف أننا ضغطنا كثيرا على أبائنا في صغرنا على أن يأتي لنا بكذا وكذا وكذا. والكثير من الآباء كانوا يأتوا بهذه الأمور التي لها آثار أخلاقية سيئة، آثار سيئة على ديننا، ولكن باسم أنهم أطفال ويريدون أن يتسلوا دخلت علينا أمور كثيرة. حتى لما كبرنا حصل عندنا نوع من العتب على أبائنا، لماذا أطاعونا في هذا؟ منا من كانت هذه الأمور بوابته إلى أمور سيئة جدا والانحرافات كبيرة جدا للأب قادرا على إزالتها، ولا هو نفسه يستطيع أن يتركها بسهولة. نعم ليس كل من أتي له بهذه الأمور انحرف، ولكن هي عامل من العوامل. ومن الأمور التي لم يفهمها الجيل السابق أن تأثير وسائل الأعلام فينا نحن تأثير تأسيسي، وأما فيهم هو تأثير تكميلي، لأنهم في الغالب نشأوا وكبروا وبلغوا ولم يطلعوا على وسائل الإعلام هذه، فجاءتهم متأخرة. فلما نظروا فيها كانوا ينظرون للترفيه وكذا وإلى آخره، لكن بالنسبة للأبناء، جيل الأبناء، لا، كان ينظر يتعلم ويكون شخصيته ويؤسسه. والأمر نفسه مع مواقع التواصل الاجتماعي، مع اليوتيوب، بالنسبة لجيلنا والجيل الذي بعدنا علينا أن نفهم هذا أيضا. نحن هذه الأمور تأثيرها علينا تكميلي، أما تأثيره على الجيل القادم تأثير تأسيسي، وهذا الأمر الذي علينا أن ننتبه له. هذا المعنى للأسف ما زال يفوت كثيرا من مروجي هذه المواقع. والأعجب أني سمعت من بعضهم قريبا أنهم يظنون فعلا أنهم بريئوا الذمة. أنا يا إخوة كان من أصعب ما سمعته أذناي خلال جدل حصل بينهم هذه الأيام حول أحد الأعمال التي روجت صريحا للشذوذ، ولكن جاء هذا بشكل فج ومفاجئ. كان أصعب ما سمعته من أحد رؤوسهم تعليقا على استنكار جمهوره عليه بعد مراجعته للعمل وتقييمه فنيا وحسب، فكان مما قال هذا، اسمع: فكان من الممكن تجاهل الحلقة أو التغافل عنها، أو على الأقل أثناء الحديث عن الحلقة إظهار موقف واضح وصريح غير قابل للمزايدة. فرسالتكم وصلت. التكرار لا يعني القبول، وكثرة المساس في هذا الموضوع لا تعني موت الإحساس، وهذا أمر جيد. لو تعلمنا أي شيء من هذه الحلقة هذه هي كانت أهم رسالة، وأتمنى كمان تكون رسالتي وصلت. أتفادى بتهميش متعمد كل المواضيع اللا أخلاقية في الأعمال وأشوفها بس من منظور فني، لأن عمري ما مارست دور الداعية ولا كانت قناتي منبر. المسؤولية في متابعة أي عمل يرجع للمشاهد، يرجع لك. أنت اخترت العمل، أنت شاهدت هذا العمل، أنت شفت في حاجة مخلة وما تعجبك في العمل وكملته للآخر، انتهى العمل ودخلت تدور على مراجعات أو مناقشات لهذا العمل، ولو كنت ضد كان وقفت هذا التسلسل من بدري. طبعا لو أراد المرء أن يعلق على كل نقطة في هذا الكلام لطال المقام، لكن يا الله يا الله أعدت هذه الكلمات مرارا وتكرارا. المسؤولية في متابعة أي عمل يرجع للمشاهد. الله أكبر، الرجل يقول أوزاركم أنا لا علاقة لي بها، يعني هو رأى المادة وعمل لها مراجعة وربما قيمها تقييما عاليا ومدحها فنيا، لكن يقول لمتابعيه إذا أنتم استجبتم لي وذهبتم لتشاهدوا هذا العمل فذنبك على جنبك. الرجل يتبرأ من متابعيه، الرجل يخلي مسؤوليته. سبحان الله. ما تذكرون الآية: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. سبحان الله، هذا الموقف والله ذكرني بهذه الآية العظيمة. طبعا هو يتحذلق، جعل نفسه آخر السلسلة، وكلنا يعلم أنه أول السلسلة عند أكثر متابعيه ومشاهديه.
الناس يا ماهر تنتظر تقييمك حتى تبدأ هذه السلسلة، للعكس هذا هو الواقع في أكثر الحالات، لكنك لم تذكر هذا الاحتمال حتى لا يفسد عليك تبريرك. أسأل الله لك الهداية وأن ترجع عن خطوات الشيطان هذه. غيرك كان خيرا منك، غيرك اعترف بتقصيره وتقصير متابعيه وحث نفسه وحثهم على الاستغفار وقال كلاما جيدا في الجملة. سبب عدم حدوث أزمة تجاه كل المحرمات الموجودة في الأعمال الفنية هو أننا في اللاوعي ما صار عندنا مشكلة إلا مع نوع معين من المحرمات، وهي أننا ما نقبل علاقة رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة. ويمكن هذا الشيء مع الوقت خلانا نغفل أو لا نعتقد بحرمة مشاهدة المحظورات الشرعية الموجودة بالأعمال. لذلك أرجع وأؤكد أننا لو احتكمنا إلى مبدأ ديني معناتها يدخل في ذلك كل ما هو محرم شرعا، حتى لو كانت علاقة طبيعية بين رجل وامرأة. وجوابي على هذا الشيء هو فعلا أنا ركان مقصر دينيا مثلي مثل جميع الناس، كل ابن آدم خطاء، ولا عمري زكيت نفسي، وكل الجمهور المستهدف لقناتي من المتابعين للأفلام والمسلسلات وهم أيضا مقصرين. ولكن أنا دائما أقول أن الله يعفو عنا جميعا. إحساس الإنسان الدائم بالتقصير والذنب هو وقوده للاستغفار والتوبة. جزاك الله خيرا يا ركان، أسأل الله جل وعلا أن يتم عليك هذا الرشد وأن ييسر لك توبة كاملة من هذا الباب كله، أنت وسائر من يبتلى بهذا ويجاهر به أو لا يجاهر به. إخوة التوحيد، فلنعد الآن لنسمع باقي كلام أبي جعفر. ننتقل من قصة هذا الرجل البار بوالديه على شظف العيش على الأمر الذي فيه من الإشكال ما فيه إلى قصة الرجل الآخر العفيف. هذا الرجل الذي يقول، وهذه عبارة مهمة جدا، أنه كانت لي ابنة عمي أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، الحب، الغرام، الرومانسية، العناوين الكبيرة التي تشغل أذهان الشباب والشابات وتشعلها الأغاني والأفلام والمسلسلات والأشعار، وصار عندنا أعياد عيد الحب وغير ذلك. فهذا عنوان كبير جدا في أذهان أبناء الجيل وبنات الجيل، عنوان كبير جدا. فطرة أودعها الله في النفوس عمل عليها حتى تحولت إلى مرض نفسي، إلى بوابة أمراض نفسية. هذا الشخص كان تاجر، كان عنده مال، كان مثل كثير من الرأسماليين عندهم المال وعندهم كذا. تحت ضغط الأولاد وتحت ضغط الحاجة إلى المادة، هناك في زماننا من يقدم تنازلات هي أضعف من هذا التنازل، لأن الضغط أضعف، ولكن هي من جنس هذا التنازل، أن هناك نوع من التنازل في أمر الأعراف. وإلا ما الذي غير كثير من منظوماتنا العرفية، ما جعلنا أيضا يضغط على الفتوى الدينية، إلا مسألة الحاجة المادية، الطمع بشيء معين مادي، ففجأة أشياء كانت عيب صارت معيب، أشياء كانت حرام نضغط أنها تصير مو حرام، أشياء كنا نراها مؤثرة بالإيصال إلى الفاحشة فجأة صرنا نرى أنها لا توصل إلى الفاحشة، والواقع أنها لا زالت توصل وبشكل أكبر. هذا الرجل وهذه المرأة اللذين تنازلا لهذا التاجر كان يعيشان أزمة الحقيقية. أما اليوم كثير من أزماتنا مفتعلة، لأن الإعلانات التجارية التي تربينا عليها، المواد الإعلامية، جعلتنا نشعر أن كثيرا من الكماليات والتحسينات هي ضرورات، وصرنا نعيش أزمة وليس ثمة أزمة سوى في نفوسنا، سوى في نظرنا للأمور. وهكذا دائما إذا افتقر إنسان وضعفت مروءته يلتهم عرضه من بيده المال تحت أي مسمى، أحيانا بشكل صريح مثل هذا الرجل الذي قال أعطيك المال بشرط أن تسلمين نفسك، وأحيانا تحت عناوين خفية، ولكن المؤدى واحد، الكل مما صدق مع نفسه يعرف هذا. ولكن هناك من سيكابر وهناك من سيقول وليس كل الناس الذين، ومن قال كل الناس؟ نحن نتحدث عن أسباب وعوامل. الشاهد هذا الرجل، المرأة بقي فيها خير حتى مع أشد الحاجة، فوعظته وقالت اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه. بقايا الدين والورع في نفس هذه المرأة كان عاملا في صحوة هذا الرجل، واليوم هذا هو المفتاح. بقايا التدين في نفوس النساء اللي فيهن خير ممكن تفتح لنا آفاق جديدة. هذا الرجل اللي استلأم، وهذا اللؤم كان دافعه إيش؟ المحبة، أنه كان يحبها من زمان، خاف واستعف مع أنه صاحب مال. هذه امرأة محتاجة كثيرة اجتمع عليها كل ضعف، ضعف الأنثى وضعف الفقري وضعف ضغط الزوجي وضعف ضغط الأولاد، مع دافع، مع قوة الطرف الآخر تماما، أنها محتاجة إليه والمال في يده، ومحتاجة لهذا الذي في يده، ويدفعه إليها محبة في قلبه من سنين، ولا شك أنه يحسد زوجها. مع ذلك كلمة بس اتق الله، أصل الورع، أصل التدين كان موجودا فأثر. لهذا اليوم تجدهم يحاولون قتل هذا الأصل. فجرت الرأسماليين وفجرت المفتين وفجرت الساقطات وبطانة الساقطات، ويحاربون ويكرهون كل كلام عن العفة، الهوس الرأسمالي، إخراج النساء
خطاب العفة، ضغط المال وعلاقته بضبط العفة، إشارات كثيرة كثيرة جدا في هذه القصة. وقصة ذات الرجل الثالث اللي كان أجير، والأجير ترك أجره ثم هو نمى له المال ثم أعطاه ماله، هذا سوى معاه عكس الربا اللي مبني عليه الاقتصاد اليوم، أنه يستغل حاجتك فيأخذ منك المال ويطلب منك الفوائد. والربا الذي احتيل عليه ألف حيلة حتى تتم إباحته، وهناك مفتين الرأسمالية جاهزين الحيل الربوية يتم إباحتها بحجة هذا ليس هو الربا الصريح. إذن الخلاصة أن هؤلاء الثلاثة في الغار أنجاهم التوحيد والاعتقاد الصحيح، العمل الصالح والاعتقاد بتأثير العمل الصالح، أنجاهم البر الحامي للأسرة، والعفة الحامي للأعراض، والأمانة الحافظة للأموال. هذا ما نحتاجه اليوم ونحن في غار الرأسمالية ولا زلنا في الغار. فالأسرة تتفتت وتتدمر مع الأسف تحت معطيات كثيرة ولا زلنا في الغار. العفة يحتال عليها ألف حيلة حتى تغتال ولا زلنا في الغار. وأما الأمانة والرحمة بالفقير والرحمة بالأجير فهذه تضعف. أما الأمانة ففي كثير من الأحيان تترك بحجة الفساد العام والفساد الإداري العام، وأما الرحمة في الأجير والفقير فكان دائما ترد الكلمة وأنا أيضا عندي أولاد وأنا أيضا ولا زلنا في الغار. وعلى ذكر الغار، لما كنت في الحج أظن في طواف الإفاضة وأنا أتحمل في الناس من كل الجنسيات جايين يطوفون، وأتجد هذا مستلقي وهذا جالس والروحانية عالية، خطر في ذهني أن كل هذا بدأ من رجلين كانا مختبئين في غار، أحدهما خائف والثاني يقول له لا تحزن إن الله معنا. ثم بعد ذلك صارت هذه البركة العظيمة. حقيقة هذا الأمر بث في نفسي أملا كبيرا. نعم لا زلنا في الغار، ولكننا بإذن الله نخرج ونعم بالله. أبشروا بكل خير يا إخوة التوحيد، وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.